اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بحضراتكم وبرحب بضيفنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي ومحلل الكره العالميه بامتياز، الناقد الرياضي احمد مجدي. مساء الخير عليك يا ابو حميد. مساء الخير يا كابتن هاني. نورنا. شكرا لكلام حضرتك الجميل وانت اللي منور. لا دول. دايما والله بنستفيد منك يا احمد، ويعني تحليلك رائع وعندك فيجن ورؤيه حاجه يعني مميزه، حاجه محترمه جدا. ربنا يخليك يا كابتن من بعد ما عندك. ربنا يخليك. طيب نبدا على طول في يمكن التصفيات الافريقيه، يعني نتكلم بشكل عام، شفت هذه التصفيات ازاي؟ وخاصة ان احنا عندنا كمان منتخب مصر بينهي هذه التصفيات او المرحلة الاولى من التصفيات مع الجابون بكرة، لكن شفت اجماليا الجولة اللي فاتت ازاي من التصفيات الافريقية؟ الجولة اللي فاتت يعني شهدت شوية انقلابات درامية كده في الاحداث، ابرزها طبعا ماتش غانا وجنوب افريقيا وضربة الجزاء المثيرة للجدل اللي انهت حلم جنوب افريقيا المشروع في التأهل، لانه كان المنتخب الجنوب افريقي واصل لمرحله من الجوده في الاداء، وحتى في وسط ماتش غانا كان هو الافضل في لحظات كتيره من المباراه، ولكن ضربه جزاء اعتقد كان فيها كتير من الظلم. باقي النتائج جاءت منطقيه، كان ممكن المفاجاه تحصل في ماتش مصر وانجولا، ولكن الحمد لله عرفنا نتدارك الوضع، ولكن باقي النتائج جت منطقيه لدرجه كبيره واسفرت عن الاشتباكات اللي هتحصل في اخر جوله، واللي كنا توقعناها قبل كده في حلقه من الحلقات بعد الجوله الثانيه، قبل الجوله الثالثه والرابعه على وجه التحديد، اللي هو ماتش اللي هو مشكله الساحل العاجو والكاميرون ومشكله الجزائر وبوركينا فاسو ومشكله تونس وغينيا الاستوائيه. اعتقد انه قدامنا يوم باكر ناري في التصفيات الافريقيه هيتحدد عليه كل المشهد كله ان شاء الله. بكره زي ما بتقول يوم يعني يوم حافل ويوم مهم جدا في هذه التصفيات.